السلام عليكم مشاهدينا. حلقة اليوم سنسلط فيها الضوء على تجاهل السلطات الإماراتية توجيه دعوة لقيادة وزارة الشباب والرياضة اليمنية لحضور نهائيات كأس آسيا 2019. في الوقت الذي يدخل المسؤولون الإماراتيون الأراضي اليمنية في أي وقت دون أي موانع ويلقون التقدير لدى مسؤولي الشرعية عملا بما يستدعيه البروتوكول وتوجبه الأصالة، تتعامل السلطات الإماراتية بانتقائية عجيبة مع القيادات الرسمية اليمنية بل ومع المنتخبات اليمنية. غدا تنطلق نهائيات كأس آسيا التي يشارك فيها المنتخب الوطني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه دون توجيه دعوة لقيادة وزارة الشباب والرياضة. وقبل ذلك منعت الإمارات دخول رئيس الاتحاد العربي للجودو نعمان شاهر كونه يمني الجنسية، وقبله كذلك أعاقت مشاركة فريق الفروسية. في حلقتنا نتناول هذا الموضوع من زاويتين. الزاوية الأولى أبعاد السلوك الإماراتي تجاه مسؤول في الحكومة الشرعية وموقف الشرعية من هذا السلوك. قبل البدء بالنقاش نتابع سويا هذا التقرير. تنطلق غدا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي البطولة 17 لكأس آسيا لكرة القدم لعام 2019، وهي منافسة ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كل 4 سنوات. بالنسبة للمنتخب اليمني لكرة القدم الذي يشارك ضمن 24 منتخبا، فإن المشاركة ليست عادية كونها المرة الأولى التي يشارك في نهائيات هذه البطولة القارية، غير أن اللافت أن الجهة المنظمة لهذه البطولة لم توجه دعوة رسمية لقيادة وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالوزير نايف البكري. مصادر في الوزارة طلبت عدم الكشف عنها، قالت لبلقيس إن عدم دعوة الوزير البكري ربما تعود إلى مواقفه السياسية الرافضة لسياسة الإمارات وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في اليمن. في نفس السياق وعلى سبيل الإقصاء أيضا، كشف اتحاد اللجان الأولمبية العربية رفض السلطات الإماراتية منح تأشيرة رئيس الاتحاد العربي للجودو نعمان شاهر كونه يمني الجنسية، وطلبت منه ترشيح شخص آخر. وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي كانت الإمارات قد رفضت مشاركة المنتخب اليمني في بطولة كأس العالم للفروسية بأبو ظبي. وفي بيان صدر حينها اتهمت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد الرياضي الإماراتي للفروسية بتعمد إعاقة وعرقلة مشاركة منتخب الفروسية اليمني في بطولة كأس العالم بنسخته الثالثة، على الرغم من المتابعة الحثيثة المبكرة واستكمال إرسال كل الوثائق المطلوبة. انتقائية تفتح العديد من التساؤلات حول خلط الإمارات للسياسة بالرياضة، كما يكشف تناقضا أخلاقيا عجيبا حول سماح الدولة الشقيقة لكل البعثات الرياضية الإسرائيلية بسلاسة لا تحظى بها منتخبات عربية كاليمن. نبدأ النقاش مشاهدينا، وينضم إلينا المحلل السياسي والصحفي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد عبد الرقيب. يعني كيف للإمارات أو كيف تنظر أن يعني لهذا التجاهل من قبل الإمارات لدعوة قيادة وزارة الشباب والرياضة لحضور بطولة نهائيات كأس آسيا، يعني على الأقل حضور الافتتاحية؟ التحية لك ولمشاهدي ومتابعي القناة. مجمل ممارسات الإمارات في كل المجالات السياسية وحتى الرياضية وممارساتها على الأرض، نعم، يعني جميعها يعني صارت خادمة، صارت منافية لتواجدها في التحالف العربي المساند للحكومة الشرعية. نعم. نحن اليوم أمام تصرفات يعني لا يمكن وضعها في أي سياق، لا يمكن فهمها إلا بأنها استفزازات ويمكن اعتبارها سفاهة. يعني ماذا يعني أن ترفض منح وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري تأشيرة دخول في الوقت الذي يتواجد المنتخب اليمني ضمن هذه البطولة، بطولة آسيا؟
إذن هل الإمارات تدير سياساتها بهذا الشكل؟ يعني ما يعني هل هذا دعمها للحكومة الشرعية يكون هذا جزء من تصرفها؟ إذن نحن اليوم أمام واقع يؤكد ما كنا نذهب إليه مرارا وتكرارا، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست داعمة لليمن، ليست في صالح دولة الشرعية، لا تدعم الحكومة الشرعية في اليمن. وهذه التصرفات في مجمل وفي مختلف المجالات تؤكد هذا القول. منع وزير الحكومة اليمنية الشرعية منع من منحه تأشيرة دخول هو تصرف عدائي ينفي مصداقيتها، بل ينفي حتى كونها شقيقة، دولة عربية شقيقة تتعامل مع وزير بحكومة حكومة اليمن الشقيقة. هذا تصرف خارج سياق يعني الشراكة، خارج سياق التحالف، خارج سياق حتى العروبة، وكوننا أشقاء وعرب، تصرفات حمقى انتقامية تجاه الوزير راشد البكري. يعني سيد عبد الرقيب، أيضا يعني في الوقت الذي يرفض فيه وزير في الحكومة الشرعية، وأيضا ترفض أو يتم تجاهل توجيه دعوة للمنتخب الوطني، يعني في الوقت ذاته يعني يتم التعامل برقي وأيضا بحفاوة مع منتخبات يعني منتخبات الكيان الصهيوني، مقارنة لو قارناها بالتعامل مع المنتخب اليمني، هناك يعني فارق كبير في التعامل. نعم، هذه المفارقة، هذا هو الواقع الذي نراه أمام أعيننا من تصرفات وممارسات وأداء دولة الإمارات العربية الشقيقة، وهي تحتفي بمنتخبات الكيان الصهيوني، تحتفي بمنتخبات مثل إيران التي تدعي أنها جاءت لتحاربها في اليمن، وتدعي أنها تقف إلى جانب الحكومة الشرعية في إطار يعني ضرب المشروع الفارسي، فإذا بها تحتفي بالأعداء، تحتفي بالخصوم، تحتفي بهذه الأندية، وبالمقابل تحارب على الأرض وفعليا أشقائها والدول العربية التي تدعي أنها تساندها. مفارقات غريبة، تنطلق الإمارات من تصرفات حمقى يعني عدائية تجاه نايف البكري، نايف البكري الذي كان يقف على رأس المقاومة، رأس مجلس المقاومة الذي دحر الميليشيات الانقلابية من عدن، اليوم يعني لا توجه له دعوة ولا تمنحه التأشيرة لكي يشارك في هذه البطولة كما فعلت من قبل. هناك فيتو على نايف البكري حتى من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن. إذا نحن اليوم تصرفات حمقى، تصرفات رعناء، يجب على الحكومة الشرعية، يجب على حكومة الدكتور معين عبد الملك، يجب على الرئيس عبد الرب منصور هادي ألا يسمح بهذه التجاوزات، بهذه التصرفات التي تهين الدولة، تهين اليمن، تهين كل اليمنيين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم من قبل سياسة. سيد عبد الرقيب بالمقابل هنا لو نتحدث عن موقف الشرعية يعني المطالبة أيضا، يعني موقف، كيف تقيم موقف الحكومة الشرعية في مدارات الإمارات من أجل يعني المصالح العليا بالصمت أو التجاوز عن يعني بعض الممارسات المستفزة بحق المواطن اليمني وحق السلطة الشرعية والسيادة اليمنية بشكل عام؟ يعني من التصرفات يعني أداء وردود أفعال الحكومة الشرعية، ردود أفعال الرئيس عبد الرب منصور هادي، في حين أننا نرى سخطا وغضبا وتفاعلا في وسط الشارع اليمني، ورفضا لكل هذه الممارسات التي تقوم بها الإمارات في مختلف المجالات، نرى هذا الصمت المريب وهذا التجاهل من قبل الحكومة الشرعية، من قبل الرئاسة اليمنية. هل هذه الحكومة وهل هذه الرئاسة تمثل هذا الشعب اليمني؟ إذن يجب أن تتناغم وأن تمثل نبضه وأن تمثل مصالحه العليا
وان تذود عن كرامته وعن سيادته وعن يعني رمزيته. ما يصدر من الامارات هو يستهدف الدوله، يستهدف الحكومه، يستهدف. غير مبرر وغير مقبول. هو ينتقص صمت الرئيس هذه، صمت الحكومه ينتقص من شرعيتهم. هم يضفون بصمتهم وسكوتهم، يضفون بغطاء لكل هذه الممارسات الخاطئه المسيئه لليمن ولليمنيين. نعم، إذن ابقى معي سيد عبد الرقيب، اشرك معنا في الحديث من العاصمه الهنديه دلهي دكتور مصطفى عبد الرحيم، باحث وكاتب صحفي. سيد مصطفى مساء الخير. مساء النور، تحية لك أخي الكريم ولجميع مشاهدي قناة بلقيس الرائعة. أهلا بك. أهلا بك دكتور. يعني مرحبا. ما الذي يجعل الإمارات تتعامل مع اليمنيين بشكل لا يعكس الاحترام اللائق كأشقاء وأيضا شركاء في التحالف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل يوم والأخوة والدولة الإمارات العربية الشقيقة تثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك أنها جاءت إلى اليمن ضد الحكومة الشرعية وضد إعادة الشرعية وتثبيت الشرعية في اليمن. إيمان وزير نائف البكري من حضور فعالية كأس آسيا تصرف غير لائق بدولة كالإمارات تدعي أنها جاءت إلى اليمن من أجل الشرعية ومن أجل إعادة الشرعية. واليوم هذه التصرفات تثبت لنا أن الإمارات تعمل ضد الشرعية اليمنية، تعمل ضد الشرعية اليمنية، تعمل ضد كل من يقول، من يقف ضد أجندتها في اليمن. نائف البكري أحد رجالات اليمن الذين وقفوا ضد الأجندة الإماراتية في اليمن. هناك كثير من الوزراء كانت لها موقف منهم لمواقفهم الرائعة الوطنية الرائعة التي وقفوا بها، التي في الفترة السابقة كان لهم موقف رائع من الأطماع الإماراتية والأجندة الإماراتية الخفية. الآن أصبحت الأجندة الإماراتية، نحن نطالب دولة الإمارات الشقيقة بشيء واحد أخي العزيز. نعم. نطالبها بأن تعامل الفريق اليمني، بأن تعامل الأندية اليمنية مثل ما تعامل الأندية أندية الكيان الصهيوني، وأيضا نريدها أن تتعامل هي فاتحة مصراعي فاتحة الإمارات أبوابها لكل الأندية الإيرانية التي تدعي أنها جاءت تحارب المشروع الإيراني في اليمن. هذا تصرف غير لائق من دولة عربية، من دولة الإمارات العربية الشقيقة، وهذا أيضا كشف القناع. يعني سيد او دكتور مصطفى، اذا كان لدى الامارات يعني مشكله مع الوزير نائف البكري بانه يعني رجل يقف امام اجندتها، لكن كمنتخبات وطنيه تشارك في محافل دوليه وفي يعني دوريات ومسابقات عالميه تستضيفها الامارات، ما يعني باي مبرر ويعني يتم المساومه بمنتخبات تمثل دول بمشاكل يعني او اطماع او اجندات تسعى اليها هذه الدوله لتقوم او تقف عائق امام هذه المنتخبات؟ أولا أخي الكريم، الاتحاد الآسيوي لازم أن يكون له موقف حازم من هذه التصرفات. بما أن دولة الإمارات هي من تقام فيها هذه البطولة، يجب عليها أن تلتزم باللوائح الاتحادات الدولية، والاتحاد الدولي يجب أن تمنح تأشيرات لكل الأندية المشاركة. فلماذا تمنع الإمارات العربية المتحدة وزير الشباب والرياضة اليمني من إعطاء تأشيرة أو من دخول أراضيها لحضور مثل هذه الفعالية؟ أخي الكريم، الإمارات تصرف غير لائق. هذه تصرف ينبغي أن تقف. أولا الاتحاد الآسيوي يقف أمام هذه التصرفات بشكل حازم، وأيضا ندعو الحكومة اليمنية ممثلة برئاسة الجمهورية وأيضا رئيس الوزراء اليمني أن يتخذوا موقف حازم من إزاء هذه التصرفات الغير مسؤولة.
كان يعني يفترض أن يكون معنا جانب يتحدث عن وجهة نظر وزارة الشباب والرياضة في ما يدور، ولكن جميع الوكلاء وأيضا المعنيين رفضوا التجاوب معنا وأن يكونوا يعني ضيوف في هذه الحلقة. ولكن أستكمل معكم ضيفي وأذهب لعبد الرقيب الهدياني من المحلل السياسي والصحفي من عدن. سيد عبد الرقيب، يعني ألا يمكن يعني مثلا البعض سيقول أنه قد يكون هناك تقصير من جانب الجهات المعنية في الجانب اليمني وزارة الشباب والرياضة في التنسيق والترتيب مع الجانب الإماراتي في هذا الخصوص، وبالتالي يعني حدثت هذه الإشكالية؟ بالعكس، أنا أحدثك عن معلومات، يعني لدينا تواصل مع وزارة الشباب والرياضة، ونحن يعني تناقلنا أو تابعنا الخبر خلال اليومين الماضيين، لم يكن هناك أي قصور يمكن يعني اعتباره من جانب الحكومي أو جانب وزارة الشباب والرياضة اليمنية، بل إن يعني هذا التصرف مقصود عنوة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، لديها حسابات سياسية، لديها مشكلات شخصية تجاه الوزير. فيها توجه إهانات للوزير لوزارة الشباب والرياضة، هي لا تعي أن منع المنتخب الوطني هو منعه من الدخول إلى أراضيها ومنع من حاول التأش، هو إهانة لكل يمن. المنتخب الوطني يمثل اليمن، الوزير نايف البكري هو وزير في الحكومة اليمنية ويمثل اليمن بطوله وعرضه، وهذه التصرفات الموجهة تجاه الوزير أو تجاه المنتخب هي تمس كل مواطن يمني، تمس كل يمني. وبالتالي اليوم الإمارات تزيد من هذه المخرجات ومن هذه التصرفات التي تعمق الكراهية لها وسط الشارع اليمني، لم تتعلم من كل السياسات التي اقترفتها سواء في سقطرى أو في عدن، تلك الاحتجاجات التي أحرقت بعض قادتهم وبعض شيوخهم للتعبير عن رفض اليمنيين لهذه الإساءات وهذه الإهانات التي توجهها دولة الإمارات للشعب اليمني. اليمنيون مهما كانوا في وضع يعني معاناة وفي وضع حرب وفي وضع إنساني صعب، لكنهم لن يقبلوا هذه الإهانات ولن يغفروها ولن يتناسوها، وسيحفظونها لهؤلاء الأشقاء الذين طلبوهم في فترة ضعف وفي فترة حرب أن يكونوا سندا لهم وأن يكونوا معينا، فإذا بهم يوجهوا لنا كيمنيين هذه الطعنات وهذه الإهانات إهانة تلو أخرى، لا أدري كيف يفكر هؤلاء وبأي منطق يتعاملون. نعم، لكن هنا تساؤل أخير سيد عبد الرقيب، يعني قبل أن أودعك، هنا في مسألة جانب الحكومة الشرعية والممثلة بوزارة الشباب والرياضة في هذه القضية، يعني لماذا دائما أمام هذه التجاوزات سواء في المسألة الرياضية ويعني مسألة يعني منع الإمارات لمشاركة الوزير أو وصول الوزير إلى الإمارات، وأيضا قضايا أخرى الحكومة الشرعية دائما ما ترفض أن تكون متواجدة في الإعلام للتوضيح للناس ما يدور وما الذي تقوم به الإمارات حيال الكثير من القضايا؟ هذا هو الارتهان وهذا هو العجب المخزي للأسف الذي نلحظه والذي نراه من الحكومة ومن الرئاسة لدى وزارة الشباب والرياضة. سيد من الوكلاء، كنا نتمنى اليوم أن يكونوا هم من يقدرون الدفاع عن وزارتهم وعن اليمن من موقعهم. نحن الحكومة اليمنية وضعتهم في هذا الموقع ولديهم امتيازات مالية، يجب أن يتصدوا لهذه الإهانات. الخوف مشكلة هؤلاء الدبلوماسيين أو مشكلة هؤلاء الوكلاء في الوزارة في الحكومة أنهم رضوا بأن يعني يكلموا أفواههم وأن لا يتصدوا لهذه الممارسات مقابل أن لا يفقدوا بعض الامتيازات المالية، وتخلوا عن اليمن وتخلوا عن سمعة اليمن ويتركوننا نحن كمواطنين يعني نصرخ ونتألم بينما هم صامتون. كنا نتمنى أن نسمع اليوم وكيلا من وزارة الشباب والرياضة أن يخرج علينا
الله يوضح ما الذي دار، ما الذي حصل، ما موقف الوزارة، أين الحكومة، أين الرئاسة. ولكن للأسف هذا الارتهان الذي يؤلمنا كثيرا نتمنى أن نتجاوزه بإذن الله. نعم، إذن أشكرك جزيلا السيد عبد الرقيب الهدياني صحفي ومحلل سياسي، كنت معنا من عدن. أعود لدكتور مصطفى عبد الرحيم من العاصمة الهندية دلهي. يعني دكتور، ما الذي يفترض على الحكومة الشرعية أن تقوم به لأجل يعني انتزاع الاحترام الواجب من الإماراتيين لمسؤوليها وأيضا لمواطنيها؟ كما قلت سلفا أخي الكريم، يجب على الحكومة الشرعية أن تقدم احتجاج إزاء التصرف الغير مسؤول. نعم. ويجب عليها أن توضح للرأي العام ما الذي حصل. التصرف لا يمس شخص نائف البكري كونه وزير، هذا التصرف الغير مسؤول من دولة عربية شقيقة يمس الحكومة، يمس الدولة اليمنية، يمس السيادة اليمنية، يمس أيضا الشعب اليمني بأكمله. لا يجب أن تسكت الحكومة وأن تدس رأسها في التراب إزاء هذه التصرفات الغير مسؤولة. هذه حكومة يجب أن يكون لها أن تعيد لنفسها أقل شيء قليل من الكرامة، قليل من الكرامة. لماذا يمنع وزير من حضور هذه فعالية بهذا الحجم؟ أيضا لابد أن يكون هناك رسالة احتجاج من الحكومة أيضا ومن وزارة الشباب، قيادة وزارة الشباب والرياضة إلى الاتحاد الأسيوي لتوضيح ما حدث. يجب أن إذا كانت هذه الدولة لا تستطيع أن تستضيف فعاليات بهذا الحجم، أن تنقل هذه الفعاليات من هذه الدولة إلى دولة أخرى كي يتمكن كل المشاركين من حضور الفعالية. أما أن الحكومة تسكت عن كل التصرفات، سكتت كثيرا عن تصرفات الإمارات داخل اليمن، فينبغي عليها أن لا تسكت وأن تكون هذه هي القشة التي قسمت ظهر البعير لتقدم احتجاج لدى القيادة الإماراتية، لتقدم احتجاج لدى الاتحاد الأسيوي. نعم، لكن يعني أنت أكدت هنا أنه يجب على الحكومة الشرعية دكتور أن تقدم احتجاج. إذا كانت الحكومة الشرعية و يعني الكثير من أعضائها ووكلائها يعني يرفضون التحدث لوسائل الإعلام حول الكثير من القضايا في قضايا تتعلق في الإمارات في مسألة الجانب الرياضي والجانب السيادي وجوانب كثيرة، فكيف يعني تعول عليها أن تقدم شكاوى ل يعني الجهات المنظمة في الجانب الرياضي في مسألة هذا التجاوز؟ نحن نتمنى أخي الكريم على الحكومة ممثلة بالرئاسة ورئاسة الوزراء أن يكون لها موقف حازم من هذه التصرفات. هذه التصرفات كثير من مثل هذه التصرفات سكتت عليها في الماضي، وسكوتها جعل كثير من هذه التصرفات من سواء على مستوى القيادة أو على مستوى القيادة الوسطى أو العليا في الدولة، في دولة الإمارات دائما ما يعني كل مرة وهي تتصرف تصرفات رعناء، تصرفات حمقاء إزاء اليمن. ليست المرة الأولى هذه التي تتصرف الإمارات بهذا الشكل. هناك تصرفات كثيرة مع كل شخصية، كل وزير، كل رجل من رجالة الدولة اليمنية لا يوافق على أجندة الإمارات أو يلقف ضد أجندة الإمارات في اليمن تمارس معه مثل هذه الممارسات أو هذه الإجراءات الغير مسؤولة. نحن نقول بكل وضوح يجب على الدولة اليمنية، يجب على رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية أن تكون لها موقف حازم من هذه الإجراءات. ما لم فسوف تتمادى أكثر وأكثر، سيصل بعد ذلك إلى أنهم منعوا رئيس الوزراء ورئيس الدولة قد منعوه من ما الذي يعني الآن لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة. لكن يجب على الدولة على الحكومة اليمنية والرئاسة اليمنية أن يكون لها موقف واضح لإيقاف مثل هذه الممارسات غير المسؤولة أخي الكريم. نعم، إذن أشكرك جزيلا دكتور مصطفى عبد الرحيم باحث وكاتب صحفي، كنت معنا من العاصمة الهندية دلهي. ومشاهدينا قبل أن نختم يعني نود أن نؤكد وننوه أنه يعني جميع المعنيين في وزارة الشباب والرياضة ومنهم من تم التنسيق معهم قبل البدء بالحلقة على أن يكونوا مشاركين معنا أغلقوا هواتفهم ورفضوا أن يشاركوا أو يوضحوا للناس ماذا يحدث بالضبط وما هي التجاوزات من قبل الجانب الإماراتي وما الذي قامت به الوزارة
حيال ما حدث. ولكن مشاهدينا يعني فقط للتوضيح، هناك رفض في الكثير من الجوانب وليس في الجانب الرياضي، وبالتالي يعني المشكلة ستظل قائمة طالما والصمت يعني من قبل الحكومة الشرعية وأعضائها ما زال قائم. في الختام مشاهدينا، تقبلوا أولا أشكر جميع ضيوفي، أشكر عبد الرقيب الهدياني المحلل والصحفي كان معنا من عدن، والشكر أيضا للدكتور مصطفى عبد الرحيم كان معنا من العاصمة الهندية دلهي، باحث وكاتب صحفي. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.